مدير. يا حبيبي. يقول لي وين هذا القبو يودي؟ ما يودي ولا مكان يعني شيء. ما سويت ولا شيء. بعدني ما تعمق. صوت بركاته. حكي عشاب معكم زايد في لعبة مستر بريبر. طبعا شباب هذه اللعبة عبارة عن ان الحكومة تسوي كذا قرار بحيث انها تضر السكان اتوقعوا شيء كذا، وانت دورك كمستر بيبر انك تحل هذه المشكلة. اوكي شباب تصدقوا خلونا شي ندخل اللعبة ونعرف مع بعض. اوكي بدل ما تفلسف عليكم الحين، وخلونا نوصل هذا الفيديو الى 10000 لايك ويلا نبدأ. طبعا شباب زي ما تشوفون هذا المين منيو، وهذا اتوقع مستر بريبر جالس كذا يا شباب يطالع القنبلة النووية تفجر السفينة تفجر المدينة، ويعني يبين لك ايش اللي راح نسويه صح ولا لا. راح نهرب من هذه او لا صبر ليكون مستر بريبر هو اللي دمر المدينه. ايوه هي طبعا شباب صح اللعبه فيها قصه. طبعا شباب لعبت شوي عشان اعرف كيف نظامها يعني، وما ادري حسيت بتكون حلوه. عموما شباب خلونا نبدا نيو جيم يلا. وطبعا صح شباب في كذا لقطه البدايه يعني في لقطه، عرفت كيف؟ مو بس كذا على طول نبدا، والحلو انه مو بلقطه تطول واقدر اترجمها بعد، قابله للترجمه. وصح شباب حليت المشكله. اوكي ايوه اول ما بدا السم هذه المدينة خلاص يعني كانت مرة ما ادري كيف يعني فيها الملل والبروباغندا والسيطرة. حاولت اهرب وفيلت هذه المرة، ولكن سوف القي طريقة. ينادوني مستر بريبر. ديم يا اخي هذا حس انه هيبة يعني يا شباب ما ادري ليه. وبس هذه اللقطة عرفتوا كيف؟ مو بنفس هذيك لعبة الرعب اللي 10 دقائق الانترو. سلامات. تعلموا بس تعلموا يا سكرونتايزد. والحين رجعنا لمكان تقييمك، مو تقييمك يا اخي، اقامتك. اوكي ايها المواطن، عشانك حاولت تهرب صادرنا سيارتك. هذه عمليه يعني بدائيه. وايوه صح يا شباب سرقوا سياره، مو سرقوا قصدي صادروها. ايوه انت حتى ممنوع انك تشتري او تسجل وحده جديده. الايجنسي يتمنون انك ما راح تهرب موريكافيل مره ثانيه. ايوه اوه نعم، انا خطط اني ارجع احب هذه المدينه الجميله. هذا تصرف جدير ايها المواطن. من اليوم انت راح تكون في فتره التدريب، راح اجي عشان اشيك عليك كذا يعني يوميا، او مو يوميا لا يعني شو اسمه يعني كذا عاده، عرفت كيف؟ عشان اشيك الايتمات والافعال اللي تسويها. ايوه مستر بريبر هذا شاب راح يسوي شيء قوي، انا متاكد انك راح تواكب، وزياراتي راح تكون رسميه. يعيش الحاكم. لا ما يعيش الحاكم، الحاكم ما يخليهم شو اسمه يعيشون بسلام. نعم يعيش. ايوه حان الوقت يا شباب. اوكي طبعا شباب زي ما تشوفون هي اللعبه كذا من النوع اللي تبني اتوقع او شيء كذا. فعموما هنا يعني علمني يقول لي كيف يعني اجري وكيف امشي وكذا. اوكي زي ما تشوفون شباب يقول لنا خلاص يعني بعد ما حاولت تهرب انت الحين نعسان، فخلونا شباب ننام. اوكي يلا نام يا مستر بريبر. اليوم اللي بعده او اللي بعده واللي بعده راح نبني شيء قوي، راح نبني النووي اللي شفناه في المين منيو يا شباب. اوكي يقول لي انا جوعان، يلا الحين خلونا ناكل يا شباب. اركض يا مستر بريبر، ما في وقت عشان يعني شو اسمه تماطل. نعم كذا ايوه هذا شباب كل الاكل اللي موجود. اوكي شباب اتوقع اللي فوق هو الاكل صح، فخلونا ناخذ يعني اصبر ليش ما ناخذه كله، عندنا كثير مساحه. خلونا شباب بس ناكل حبه. يا سلام حبه واحده زينت ام الها. واو ايوه يقول خلي استعدادك عالي. صور هذا هو شباب استعدادي اللي فوق، ايش هذا؟ ايوه يقول ان هذا اكثر صفه لها قيمه، اذا وصلت للصفر راح تموت. وطف او لا راح يغمى عليك يعني، بس اصلا نفس الشيء. ايوه يقول خلك يعني شو اسمه دائما شبعان ومرتاح عشان تخليه عالي. اوكي يب اتوقع اني فهمت. ايوه هنا مكتوب سكيب بلان، اشيك على يعني شو اسمه خطه الهروب حقتي. فخلونا نشوف يلا نزين. ايوه اول هدف العيش، بالله عليك اكيد بتعيش بعد شو؟ ايش هذا؟ الهدف الثاني اني اهرب. اوكي ايوه ايش هذا بعد؟ ايوه يقول ابني اول غرفه من القبو. اوكي يلا ليتس دو ات يا حبيبي. كيف ابني الحين؟ اوكي انزل ولا اضغط على هذا؟ ايوه كذي صح حلو بيلد ليتس جو. اوكي يا شباب الحين مستر بريبر راح يعني صبر راح يحفر كل هذا. وات ذا هيل؟ بس الحمد لله ان هذه لعبه يا شباب، ف زي ما تلاحظون يعني مستر بريبر قاعد يطالع في الورقه يا شباب وينبني كل شيء. هذه قدره مستر بريبر. اوكي اوكي حين شاب الاحظ اني قاعد اجمع شو اسمه موارد اتوقع. ايوه شوفوا كم جمعت 10 من هذا. ايوه يقول الحين لا تحتاج انك تصنع سلم للقبو. اوكي جميل، بس هنا في ورك بنش. ايوه انسبكت ورك بنش شاب اللي هو نفس الكرافتنج تيبل، عرفت كيف تصنع فيه الاشياء وكذا.
فيلا شيل هذا الغطاء منه ولا قراب. ايوه قراب حلو اوكي. طب صور ليش ما تجيب الورك بنش برا يعني ولا عشان الحكومه ما يشوفوني وانا ابني اشياء غير قانونيه. اوكي يلا الحين الورك بنش هذا ايوه تقدر تصنع ومدري ايش والحركات. ايوه قال المفروض يعني يتخبى من الحكومه اشيله يعني ولا كيف. والله شاب ما ادري كيف ولكن المهم يقول تحتاج بعض الخشب والميتل يقول ابداها عن طريق انك تشتري. اوكي يلا نشتري ها بنضغط عليه مرتين اخي لازم الحين اروح اخلي هذا مستر بريبر دائما يمشي كذا مشوار يا ريال. بس يلا نو بروبلم يا شباب. اوكي يلا حان الوقت للمقايضه. اوكي يعني كل ما تسوي اوردر راح تاخذه بعد ساعتين. اوكي جميل. ايوه هذا ايش بعد في منطقه هناك شباب والله ام نوت شور ولكن خلونا الحين نبدا بهذا السيرجي نشوف ايش السالفه. اوكي هذا شاب متل صح ايوه متل هنا مكتوب تحت الحبة الواحدة بيساوي $4 وانا عندي 50. بعدين صح كم نحتاج عشان نبني هذاك ايش اسمه السلم. والله شباب ما ادري لكن انا راح اتبع ايش اسمه التدريبات الحين. اوكي اوكي يلا شباب اشتريت منهم 8 ويلا تريد حلو اخذته. ايوه الشاب بعد فتح الاشياء. ايوه هذه ثقتك مع جيرانك الحين الثقة عندي ليفل 2. طب الثقة هذه نستعملها حق شو يعني؟ هنا شباب مكتوب بيت نانسي. بعدين صبر ايش معنى نانسي؟ لعبة الرعب هذيك لقينا نانسي والحمر الثاني نانسي. والله ما ادري ولكن المهم والله شباب يا اخي مشكلة هذه الالعاب انه فيها كذا كثير اشياء عرفتوا كيف؟ ولكن شباب راح نحاول نتعود عليها يعني حبة حبة نتعلمها حبة حبة عرفتوا؟ اوكي مكتوب فائدة الجيران انهم يعني شو اسمه؟ انه راح يعطي لك كذا كثير ناس عشان يعني تتقايض معاهم. اوكي يعني مثلا نانسي راح تعرفني على هذا وهذا راح يعرفني. اوكي اوكي جميل. اوكي خلاص خلونا نطلع من هذا شباب ونشوف ايش اللي بعده. اوكي الحين يقول لي روح ايش اسمه للغابه وجمع بعض الخشب. اوكي هذا بيتي يا شباب وهذه الغابه انزين. هذاك المكان اللي على اليسار هو المكان اللي اتغايض فيه صح؟ اوكي 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 جميل. ايوه هذه الغابه شاب فيها ليفل 1 وات يا حبيبي صبر صبر ايه قاعد اتكلم هذا بدون ما اسوي اي شيء. والله شاب ما ادري ولكن اسحبوا عليه. خلونا الحين شاب نشوف هذا قراب ناخذ الخشب الكامله وطف. اه مدير كيف كذا؟ اخذ الشجره كلها يا ريال، ولكن يا شباب بعد اشوف بلو بيريز، خلونا ناخذها يا شباب، خلونا بعد نجمع هنا خشب زياده، ايوه، اركض اركض يا مستر بريبر، ايوه، لازم تستعجل على الخطه، اوه شت شباب الاحظ ان الحين لازم يعني انام، خلونا بس اخذ اخر حبه خشب، ليتس جو يلا، ايوه، تيك ذيس شيت، وخلاص الحين نرجع صح ولا لا؟ ايوه جو باك هوم، والسؤال هنا يا حبيبي الحين مشوار عشان ارجع لهذا لازم الف على اليسار ومدري كيف ما في كذا طريقه على السريع. وليش لازم مستر بريبر يعني يمشي عشان يوصل هنا واروح البيت؟ الله مره مشوار ولكن يلا ننتظر ليش لا. اوكي الحين يلا نرجع للبيت. ايوه شباب انا اشوف علامه هذا وصل البتاع صح. ايوه وصل كل المتل خذه يا حبيبي. ايوه الحين شباب باقينا بس $18. الحين السؤال كيف اجمع فلوس بالضبط؟ هل يعني مثلا اشتغل في وظيفه ولا شيء؟ والله شباب ما ادري ولكن الحين اقدر افك الخشب عشان يعطيني خشب او مو ايش قاعد اقول انا؟ اتوقع انكم فهمتوا شباب ولكن يلا خلونا نسوي ديس اسمبل. ايوه حلو الحين ياخذ وقت زي ما تشوفون. اوكي ديس اسمبل بعد واخر ديس اسمبل شاب وراح ننام. اوكي لان واضح ان مستر بريبر خلاص تعبان جدا. اوكي حلو الحين شباب بقدر اطور هذا الورك بنش لليفل 1 فتصدقوا ايش خلونا اول شيء ننام بعدين نسوي كل الاشياء. اوكي لان مستر بريبر يعني شوفوا كيف يا شباب مره نعسان مستر بريبر قاعد يركض على النوم خلاص يقول ابغى انام. فيلا يلا الى اللقاء يا مستر بريبر احلام سعيده. ايش الصف يقول مو بالوقت الجيد سليب يا اخوي. كيف مو بالوقت الجيد لازم يعني ابني هذا. والله شباب ما ادري ليه ولكن يلا خلونا الحين نبنيه. يلا كرافت اوكي قاعدين نطوره لليفل 1 حلو يا سلام صار. ايوه شوفوا كيف كذا في له حدايد. ايوه الليفل 2 شباب نحتاج ميتل وخشب وحجر والحين اخيرا نقدر نبني السلم. يوم طورنا هذا يا شباب ليفل 2 فتحنا هذا السلم ف ليتس جو حلو. ايوه الحين يقول احتاج نام وانا ايش كنت اريد احاول اسويه يا مستر بيبر؟ اريد اخليك تنام بس ما تبغى تنام انت. يا حبيبي انا شباب الحين جوعان ونعسان كل شيء ليش ما اقدر انام يا اخي؟ ارجوك قول لي انك تقدر تنام. يا اخي نام يا اخي ايش فيك انت؟ يا ليل الليل يمكن عشان التدريب يا شباب. اوكي خلونا نشوف هذا السلم يا شباب خلونا الحين نحطه في القبو. فيلا نمسكه كذا ونوديه. يا اخي المشكله كله ظلام ما يبين ولا شيء. حتى هو يقول ظلام. اوكي يقول تحتاج لمبات على هذا يعني اوكي.
ويقول تحتاج جلاس، والجلاس هذا تسويه عن طريق انك تفك بعض الاشياء في الورك بنش. فخلونا شباب الحين يلا نروح يا اخي وخر. اوكي وين اللمبات بالضبط، او كيف نفك الزجاج اصلا؟ ها شباب الاحظ ان هالاشياء الصفراء هي اشياء كذا زجاجيه، عرفتوا؟ اوكي يعني كذا اللي لازم نسويه، ناخذ زجاجات البيت ونفكها. يا سلام على الذكاء. فيلا خذ الزجاج. اوكي خذ هذا الزجاج بعد، وخذ هذا الزجاج اللي هنا، وخذ هذا، وخلاص يكفي ولا اقدر شباب الحين افك الزجاجات عشان يعطيني كل واحده منهم زجاجه واحده. حلو يلا فكينا الاولى، فك الثانيه. ايوه يقول مستر بريبر اتعلم ايش اسمه وصفات جديده عن طريق فك الاشياء. اوكي حلو الحين شباب نقدر نصنع لمبه، فيلا ليتس جو. اوكي صنعنا اللمبه نايس، والحين يقول لي حط اللمبه في القبو، فيلا ليتس جو يا شباب. اوكي الحين وصلنا في القبو، جيب اللمبه و ذير وي جو. بس لازال شاب عس ان القبو كذا مظلم شوي. اخيرا يقول لي الحين نام. اه بس شاب شو مكتوب؟ تحتاج انك تروح للنوم قبل الساعه 3. ايوه يعني هذا الشيء لازم ننتبه عليه. فيلا يلا حناب. اخيرا راح تاخذ احلام سعيده الحين. اوكي زي ما تشوفون شاب جالس يزيد النوم يا شباب، وهذا احلى شيء يعني. اوكي شو صار؟ يقول لي مره ثانيه بعد نام قبل الساعه. ار يو سيريس مان؟ انا نمت يا اخوي. لا في فرق بين ناب وسليب. ناب اللي هو كذا قيلوله اتوقع، سليب اللي هو خلاص نوم يعني. اوكي او ماي جاد التفاصيل هذه، ولكن يلا نمنا. ايوه خلصنا اليوم الاول، حين اليوم الثاني. يلا ليتس جو، انا ودي اعرف صراحه ايش اللي راح يصير بعدين. اوكي بدينا ولا الهنجر حقي مره يعني نقص. طيب وش يقول لي الايجنت راح يجي؟ شت يقول لي يا حبيبي شو اسوي؟ يقول لي لازم يعني تخبي كل الاشياء الايتمات اللي هذا يعني المشبوهه. ما في ولا شيء صح. اصبر هل اقدر اشيل هذا؟ ابى اخبي القبون زين. اوكي خلاص ما عندي ولا شيء يعني مشبوه فيه. مدير يا حبيبي شو السالفه دود؟ يقول لي وين هذا القبو يودي؟ ما يودي ولا مكان يعني شيء. ما سويت ولا شيء، بعدني ما تعمق. اوكي حلو يقول لي انه ما في ولا شيء يعني غير قانوني. والله اذا كذا يا اخي صعب اللعبه راح تكون. ايوه شت الورك بنش يا حبيبي اعمل فيه يا اخي. انزين كيف اقتل هذا يا الايجنت؟ لا شت قدمت، ليش ما اخذتها يا اخي؟ يا الله ما كنت اعرف يا اخي هذه خطه عشان يعني يا اخي والله ما ادري شوب خطة على الدايت حقي يا حبيبي. قال شاب راح يصادر شو اسمه، مو يصادر يعني راح يبلغ شو اسمه هذا عشان الورك بنش. يا حبيبي ايش هذا اللي اخذته؟ الايتمات المشبوهه، السلم والورك بنش، وايش هذا بعد؟ الخطه والنفط. اي كيف النفط هذا غير قانوني؟ السؤال هنا راح استعمل النفط في وين؟ انا ما عندي سياره فصح مشبوه، درجة الاشتباه 100% يا حبيبي. ايوه حين شباب يقول لي خلاص لا تغير اماكن الاشياء اللي يعني شو اسمه تم كشفها، بس غير الاشياء اللي ما انكشفت. اوكي خلاص وقعني هالمرة فهمت الوضع. اما عادي وات ارستد كيف كذا؟ لم تكون جاهز شيء مان، ما توقعت كذا يا اخي. بس الحلو الحين يرجعك من اخر سيف، يرجعك لما الايجنت هذا وصل. يا اخي السؤال الحين كيف اخبي هذا الشيء؟ كفر. ايوه مكتوب كفر. اوكي اللي كنت بسوي انا من اول. اوكي الاشياء الصفراء هي المشبوهه. اوكي يلا 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 قرب شيله يا حبيبي. اوكي طب في جيبي يعني ولا وين؟ وطف. اوكي خلونا نخبي هذا السلم والجسمه والسكيب لان. ايوه خطط الهروب. ايوه هنا مكتوب تيرن يعني قلبها توقع شيء كذا. بسرعه يا مستر بريبر ما في اي وقت. ايوه مجرد صوره ما فيها ولا شيء. اوكي هل في شيء ثاني يعني مشبوه فيه؟ ما في ولا شيء. صح ولا لا؟ يب. اوكي يلا ليتس جو. واتس اب مان؟ يلا فتش ما راح تلاقي ولا شيء. مستحيل. لو تفتش من اليوم لبكره تفتش كل تفاصيل البيت ما راح تلقى ولا شيء، اوكي ولا لا؟ تو راسك المخيس هذا. اوكي شباب انا راح انتظر لين ما يفتش يعني وراح ارجع، اوكي؟ لانه راح يطول احس. يلا لقيت شيء. ياب ما لقى شيء يا حبيبي راح ولا عمي خلاص. بس مكتوب شباب درجة الاشتباه 28% و
واللي عشان هذا الأويل شيء من أوكي خلاص شو لازم ننتبه على هالأشياء. أوه ماي كان هذا قريب لازم أنتبه. أيوة الحين شو بيقول لي أقدر أحط شو اسمه الورك بنش في القبو. أيوة هذا المكان الحلو يعني إن أشيله ما ينفع أخلي برا كذا. فيلا الحين خلونا نشيلها. لا شليت السلم أنا بالغلط. أنزل أنزل يا أخوي. كيف أنزل يا أخي لازم أضغط كذا. أوكي أوكي يلا الحين راح نرمي الورك بنش هنا. أوكي يا أخي ليش ما أقدر أرميه هنا ليش؟ أوكي لازم على اليسار آخر شيء. أوكي جميل. أو الحين يقول لي أطبخ بعض الأكل. سؤالين كيف أطبخ أنا؟ خلونا شاب نروح فوق. من هنا. أوكي خلونا نشوف شاب الأشياء اللي نقدر نطبخها. يقول بس ضيف بعض الوصفات ويعني جيب الحرارة. And voila أكل. بالله عليك توني أدري ما كنت أعرف كيف الأكل ينطبخ. أوكي يقول الطبخ راح يخلي أكلك جميل. طيب شو ايش في يعني راح في ليفل للاكل ولا كيف؟ اوكي شباب الحين مره جوعان فخلونا ناكل هذا الشيء على السريع وناكل. ايوه ايش في؟ قول لي الحين حان وقت للخطه النهائيه. شو السالفه؟ يا اخي الحين هذا شاب يعلمني شيئين، يعلمني الخطه النهائيه هذه وكيف اطبخ، يعني كنا في جلتش نوعا ما، فخلونا الحين في الطبخ اول شيء، ولا هو لازم اصلا اشيك على هذا، اوكي، لازم اشيك على الخطه النهائيه، اي خطه يا اخوي؟ شيكت على هذا ما في شيء، ولا هو كذا فجاه ما ادري شاب. راح هذا مستر بريبر وعطوني تروفي. اشي كان على الكمبيوتر ولا كيف؟ ولا على هذا السكيب يعني صح؟ خلونا نشوف يا شباب. هو يقول لي ازرع يعني في القبو. والله شباب مدري اول مره اشوف زراعه في القبو صراحه، ولكن اي هذا مستر بريبر يا شباب عنده خطه نهائيه راح نشوف ايش هي. اوكي شباب حس انه طولنا مره كثير شباب. انا شباب والله لحد الان مستمتع في اللعبه ومستمتع يعني في ايش اللي راح يصير، فاتمنى انكم انتم بعد مستمتعين. عموما شباب هنا وصلنا الفيديو، اتمنى عجبكم، لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. كان معكم زايد وسيا.